من المحتمل إن التحليل الفني هو أقدم شكل من أشكال التحليل المالي في العالم. زمان في إنجلترا وفي اليابان تم استخدام التحليل الفني، ففي إنجلترا في أسواق الذرة وفي اليابان في أسواق الأرز. كان التجار بيستخدموا طريقة علشان يسجلوا بيها معاملاتهم. الطريقة دي كانت بتمكنهم إنهم يلقوا نظرة سريعة على السجلات اللي هم كتبوها، ويعرفوا كم شخص دفع تمن المنتج اللي هما بيبيعوه، والمعلومات اللي كانوا بيدونوها كانت بتمكنهم من تقييم المنتج، فكانوا بيعرفوا امتى كان المنتج في حالة عرض وامتى كان في حالة طلب وامتى كان في حالة من التوازن. الطريقة دي كانت بتعطيهم رؤية أفضل عن التمن اللي مفروض انهم يتفقوا عليه بعد كده في معاملتهم في المستقبل. ونقدر نقول ان الشكل اللي اتبعوه او أداة الرصد اللي استخدموها كانت عبارة عن مجموعة من العلامات اللي كانوا بيكتبوها على الصفحة. فكانوا بيكتبوا علامات عند اعلى الاسعار وعند اقل الاسعار، زي بالظبط الرسم البياني اللي موجود في العصر الحديث المعروف باسم تشارت النقطة والرقم. ومن هنا نلاحظ ان التحليل الفني بيركز على الاسعار. على النقيض تماما من التحليل الفني، بنلاقي ان التحليل الاساسي بيحاول انه يضع تقديرات لقيمة الاصول المالية. يعني لو كانت عملة فبيركز على القوى الاقتصادية والافاق المستقبلية، ولو كانت اسهم بيركز على الادارة والربحية. التحليل الاساسي بيفترض ان القيمة هي العامل الوحيد اللي بيحدد الاسعار، والقيمة المقصود بيها قيمة الأصل المالي نفسه. لكن في الواقع من النادر أن يكون السعر والقيمة المتصورة الاتنين في حالة توازن، فالأسعار بتتحدد حسب العرض والطلب وكل اللي السوق خايف منه أو بيأمله أو يعرفه. علشان كده بنقول أن التحليل الأساسي بيركز على قيمة الأصول نفسها، أما التحليل الفني مرة تانية بيهتم بالسعر نفسه. مش كده وبس، ده هو كمان بيهتم بحجم المعاملات وبيهتم بعلم النفس الفردي والجماعي. بنلاقي ان في التحليل الفني في حالة من الانضباط. التحليل الفني بيطلق عليه اسم النهج التقني او الاسلوب التقني او النهج الفني. بنلاحظ ان الانضباط الموجود في هذا النهج الفني واضح جدا نتيجة لوجود الرسم البياني في التحليل الفني. السبب هو ان الرسم البياني ظاهر عليه الاسعار التاريخية، يعني تاريخ الاسعار للاصل المالي او للعملة او للسهم. كمان التحليل الفني زي ما قلنا بيهتم بانه يدرس الحالة النفسية للسوق، لان السوق دايما في معركة مستمرة بين الخوف والطمع. ومن هنا بنقول ان المحلل الفني هو الشخص اللي بيهتم بدراسة حركة الأسعار للأسواق المالية بدل من اهتمامه بدراسة العوامل الأساسية. واحدة من عوامل الجذب في التحليل الفني هي منهجيته، وإحنا قلنا المنهجية يعني الأسلوب أو الطريقة. فالمنهجية ممكن يتم تطبيقها تقريبا بطريقة شبه متماثلة في أي سوق وفي أي مكان. فمن الممكن تطبيق نفس التقنيات على أسواق العملات والسلع والسندات والأسهم وغيرها من الأسواق. فالنهج الفني اللي ممكن يعمل بشكل جيد في اليابان هنلاقيه برضو بيعمل بشكل جيد في أوروبا، والنهج الفني اللي بيعمل في الأسواق المتقدمة هنلاقيه برضو بيعمل في الأسواق الناشئة. لكن العقبة الوحيدة أمام تطبيق شامل لأساليب التحليل الفني هم حاجتين: مدى توفر البيانات ومدى موثوقيتها. توفر البيانات يعني بيانات الأسعار، ومدى موثوقيتها يعني مدى ثقتنا في هذه الأسعار، أو بمعنى أوضح تاريخ الماضي للأسعار اللي احنا بنبني عليه تصوراتنا في المستقبل. الفرضية الأساسية للنهج التقني بتقول إن الأسواق وسلوكها بيحسم كل شيء في الأسعار، يعني كل اللي السوق يعرفه أو ممكن يعرفه هيظهر لنا في الأسعار.
علشان كده المحلل الفني شايف إن جميع المعلومات اللي بتكون معروفة ومتوفرة هتنعكس في السعر، وإن علم النفس البشري هو المحرك الرئيسي للتطورات السعرية. يعني إن المحلل الفني ما بيهتمش بالقيمة الأساسية للأصل المالي زي المحلل الأساسي، والمحلل الفني بيهتم بالتأثيرات اللي هتحصل على السعر واللي بتنتجها أنشطة المشاركين في السوق. علشان كده بنقول إن الرسم البياني هو مرآة من مزاج المتعاملون وليس مرآة من العوامل الأساسية اللي بتأثر في قيمة الأصل المالي أو في قيمة العملة أو في قيمة الأسهم. نقول تاني، الرسم البياني هو مرآة من مزاج المتعاملون وليس مرآة من العوامل الأساسية. بالتالي فإن التحليل الفني وباختصار هو تحليل علم النفس البشري الجماعي اللي بيطلق عليه اسم دراسة السلوك في اقتصاديات السوق. ولو حبينا نعرف ما هو تعريف دراسة السلوك في اقتصاديات السوق، هنقول هي دراسة بتهتم بمدى تأثير العوامل الاجتماعية والمعرفية والانفعالية على القرارات الاقتصادية للناس. ولو احنا قدرنا نفهم هذه العوامل ونشوف تأثيرها، هنقدر نفهم سلوك المستثمرين بشكل أفضل، وهنقدر نعرف سبب تصرف الأسواق بطريقة معينة. فمن خلال فهم السلوك البشري وسيكولوجية السوق، تقدر إن أنت تحسن من سلوكك الشخصي كمحلل تقني، وتقدر تحسن من نوعية نتائج التحليل الفني أو التقني الخاص بك.